جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في معرض إجابتكم شيخ صالح، جزاكم الله خيرا. تعرضتم إلى كلمة ربما يتساءل عنها هذا المستمع أو غيره، وهي كلمة الإدراج في الحديث. ما معنى الإدراج وكيف يكون؟ جزاكم الله خيرا. الإدراج في الحديث هو ما كان من كلام الراوي تفسيرا للحديث أو لكلمة في الحديث، وأما المرفوع فهو ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المدرج، هو ما كان من كلام الراوي تفسيرا للحديث أو شرح لكلمة في الحديث ثم تروى مع الحديث، ويظن بعض الناس أنها من الحديث وهي من كلام الراوي، ولا يفطن لذلك إلا الحفاظ وعلماء الحديث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن هناك سبيل لمعرفة المدرج من غير المدرج في ألفاظ الحديث الشريف؟ لا شك أن هذا موجود في مصطلح الحديث وفي علوم الحديث، والعلماء قد اعتنوا به وبينوه ووضحوه بالأمثلة. جزاكم الله خيرا. إذن المستمع العادي ما عليه إلا أن يسأل وحينئذ يجد الجواب؟ إن شاء الله، نعم، يسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.